السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سيرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة انا جبت بري ورك اوت او هجرب بري ورك اوت اسمه جوست. جوست ده نصح، عايز بس اقول لكم يعني ايه بري ورك اوت. بري ورك اوت ده اللي انت بتاخد زي مكمل عبارة عن باودر او عبارة عن كبسول عادي زي كبسولات، بس قبل التمرين على طول. المكمل ده بيبقى من ضمن مكوناته او من اوائل مكوناته او من اساسيات المكونات بتاعته الكافيين. الكافيين ده من الحاجات المنبهه اللي بتديك باور ان انت تقدر تكمل بيها يعني التمرين. فكافيين، سترولين، اي حاجه فيها اين 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 في الاخر دي بتبقى حاجات كويسه. وطبعا كل ما التركيزات او الماده المركزه بقت عاليه كل ما هتكون الموضوع. انا هوريكم دلوقتي صوره جوست ده عامل ازاي، وهوريكم كمان لما يعني انا في العاده بتاعتي ان انا بتدرب حوالي ساعه ساعه ونص في التمرين. فانا هجرب جوست النهارده وهوريكم ايه يعني هيعمل ايه معايا. هوريكم دلوقتي شكل جوست اهو، خليكم معايا لحظه. اهو اسمه جوست، ثواني صورها كده. جوست اهو بطعم العنب، جراي باي بتاعت العنب. ونشوف بقى الحاجه بتاعته اهي، اهو توتال شوجر. تعالى بقى للسترولين، 4000 مللي، 4000 مللي جرام. بيتا الانين، بيتا الانين ده كويس جدا، 2000 مللي جرام. باودر اللي هو جريب باودر ده، وفي اوجمانتين سولفيت، لا نورفالين، نورفالين برضو مش عارف ده ايه ده. تاروين، كافيين برضو نفس النظام. ده بص ده 200 مللي جرام كافيين، يا نهار اسود، ده هيبقى نار سودا. ويعني دي الحسبه بتاعته اهي، او دي الانجريدينز او المكونات بتاعته. بصوا يا جماعه، الموضوع ده فعلا فعلا انا اول مره في حياتي اجرب بري ورك اوت، والبري ورك اوت انا هجربه النهارده ان شاء الله، وهقول لكم على حصل معايا ايه. فبجد بجد يعني ادعوا لي ان ربنا يعني يسترها معايا، لان البري ورك اوت ده انا بشوف ناس بتعمل تحديات غريبه. لا انا مش هعمل تحدي خالص، انا هاخد سكوب واحد وهجرب وهاخده قبل التمرين على طول، مثلا بحوالي 10 دقايق ولا حاجه، وهنزل التمرين واشوف ايه اللي هيحصل معايا. انا متخيل ان انا هاخد بامب كده رهيب، وكده كده هصور لكم الفيديو او هصور لكم ايه اللي حصل لي في التمرين. ومعلومه كده للناس اللي هي مش عارفه يعني ايه بري ورك اوت، تلاقي البري ورك اوت بيبقى اغلبيته 30 جرعه، ما بيبقاش بقى 60 و100 زي المكملات العاديه. ليه؟ لان البري ورك اوت لو انت اتعودت عليه كل يوم بتاخده في التمرين قبل التمرين، جسمك هيتعود عليه ومش هيديك الكفاءه اللي انت خدتها زي اول مره خالص. فمن الافضل انك تجرب البري ورك اوت في يعني مره كده كل اسبوع او كل 10 ايام لما تكون تحس انك همدان ولا حاجه. انا ان شاء الله هجربه وهقول لكم ايه اللي حصل معايا. خلاص كده يا جماعه، فتابعوني ان شاء الله. شكرا جدا. بصوا كده يا جماعه، انا بصراحه اول مره اخد بري ورك اوت في حياتي. بري ورك اوت، انا على طول بشرب قهوه، بس اول مره بصراحه اخد بري ورك اوت. هنجرب بقى كده اللي هو جوست اهو. جبت زيت ميه، هو بطعم ايه؟ بطعم العنب، المفروض ان هو بطعم العنب. بسم الله. انا عايز اجرب بصراحه البيتا الانين، بصراحه نفسي اجرب قوي البيتا الانين والسترولين ده، عايز اشوفهم بيعملوا ايه في الجسم يعني بصراحه انا بسمع عنهم لكن ما جربتهمش. نجرب بقى كده ونقول بسم الله اهو اهو. نقفل بقى كده. تمام، ونقلب، نجيب كده معلقه، في حاجات سودا. بصوا انا دلوقتي هنزل الجيم حالا، لان انا دلوقتي بشربه وهنزل الجيم. بسم الله. لا طعمه كويس، طعمه عنابي اهو. نشرب بقى الباقي. في حاجات ترسيبات تحت كده بس كده. التجربه دي الصراحه بصراحه انا هصورها لكم وانا في الجيم. انا دلوقتي نازل الساعه دلوقتي 9:30 و5، ان شاء الله انا هجري على الجيم، الجيم جنب البيت على طول. هروح اجرب الموضوع ده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هصور فيديو يعني هعمل لكم التجربه كامله. بصراحه انا نفسي قوي، كان نفسي قوي اشتري بري ورك اوت، الحمد لله اشتريته وعايز اجرب الموضوع ده. خليكم معايا. حاسس بتنميل، بداية الساعة دلوقتي 10 إلا 5، وحاسس في تنميل كده او في سخونية كده تنميل سنة بيحصل في وشي وفي دراعاتي. نكمل تاني. خلاص دلوقتي انا بس امبارح كنت واخد مفعول بري ورك اوت، وبصراحة انا معرفتش اصور فيديو، فالنهاردة صورت الفيديو اهو بعد ما تهيألي ما حلقت وخرفيت شعري. بصوا يا جماعة، البري ورك اوت اللي انا خدته كان اسمه جوست، وكان فيه شوية
يعني كومبلكس بقى، حاجات بقى سترولين وكافيين وحاجات زي كده. اول ما خدت البري ورك اوت عمل لي زي تنميل في وشي، كان وشي كان منمل. بعد كده قلت بقى خلاص بقى، ده انا يعني هكمل بقى وهجري بقى في الموضوع، لقيت الموضوع عادي. فبصراحة حسيت ان الموضوع ملوش اي لازمة قوي. وهجربه تاني يعني، برضو هاخد برضو جرعة تانية وهشوف. بس انا بصراحة حسيت ان الموضوع ملوش لازمة، وما كانش ليه لازمة ان انا ادفع ارقام كبيرة في بري ورك اوت. اصل بري ورك اوت غالي يعني، والمكملات دلوقتي بقت غالية، ما بقتش رخيصة يعني. فبصراحة كنصيحة مني ليكو، انا دلوقتي باخد قهوة قبل التمرين، باخد كوباية قهوة وباخد طرف معلقة كده ملح الهيمالايا، وبصراحة كويس قوي. انا امبارح ما حصلش يعني، ما عمليش اي اضافة غير ان انا حسيت بتنميل في وشي وايديا بس كده، حسيت تنميل كده يعني ممكن 5 دقايق ولا حاجة ورجعت تاني. لكن ما شلتش اوزان تقيلة، ما عملتش حاجات قوية، فلقيت الموضوع عادي خالص. فمن الافضل ما تجيبش بري ورك اوت، وكوباية قهوة كده اسبريسو بنت لذينة كده، ومع طرف معلقة ملح الهيمالايا، وخلاص على كده. شكرا جدا ليكم يا جماعه، ولو عندكم تجربه في البري ورك اوت تكتبوا لي في الكومنتات يا ريت. وما تنسوش طبعا تشترك عندي على القناه لو انت على اليوتيوب، وتعمل لي لايك وفولو لو انت على التيك توك. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.